موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. حيت السيدة انتصار السيسي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكدت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر شعبا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية. أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين هناك. وأوضح ضياء رشوان أنه في سياق الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، واصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح منذ بدء دخولها يوم 21 من أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2670 شاحنة، قدمت مصر نحو 70% منها. كان ضياء رشوان قد صرح بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول، بعدما ادها ليومين، وهو ما استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وبمساندة أمريكية جادة. عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا لدعم ترشح رئيس الجمهورية بمحافظة المنوفية، وإلى مزيد من التفاصيل. سيد الرئيس، نحن معك وبك نستكمل ما بدأناه. نعم بكل الحب، نعم بكل الجهد، نعم بكل الإصرار، نعم كل الدعم يوم 10 و11 و12 ديسمبر القادم. وعايزين محافظة المنوفية دائما في الريادة وفي تقدم، ومصر ومحافظة المنوفية بتثبت دائما لمصر كلها إنها رقم واحد في جميع المحافظات في جميع الاستحقاقات السياسية، خاصة خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن هذه المنصة وبصفتي المتحدث باسم القبائل العربية بالمنوفية، أعلن تأييدنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة لتكملة مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعا. بنجتمع اليوم لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بقول هي مرشح رئاسي، ما بقولش مرشح حزب سين او حزب صاد، لان اللي انا شايفه قدام النهارده هو مرشح كل المصريين، مرشح كل الفئات وكل الأديان وكل الطبقات في مصر. كلماتي الأخيرة أمام حضراتكم مسؤولية كبيرة في الانتخابات القادمة، ولكن أنا على ثقة أنكم أهل هذه المسؤولية وعلى قد هذه المسؤولية، ونقف يدا واحدة خلف الزعيم القائد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بفضل الله عز وجل ثم بحكمته وبقيادته خرج بالبلد من لا أمن إلى أمن، من لا سلام إلى سلام. أنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنني أريد
لمصر أن يكون لها قائدا شجاعا، لأنني أريد أن يحكم مصر شخص له الشخصية القوية، لأنني أريد أن يكون رئيس مصر ورأسها لا يهاب إنسان ولا يهاب أي مخلوق إلا الله وحده، رئيس وقف ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد مصر وضد أمنها وسلامها. عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا لدعم ترشح رئيس الجمهورية بمحافظة البحر الأحمر. وإلى مزيد من التفاصيل، ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأت عجلة التعليم العالي بمحافظة البحر الأحمر. دعم السيد الرئيس للتعليم العالي كنا لينا نصيب في هذا الأمر، فخصصت 500 فدان في شمال الأحياء لإنشاء جامعة الغردقة، وده يعتبر ثاني مساحة على مستوى الجمهورية للجامعات المصرية. شكرا سيادة الرئيس على الدعم المستمر للتعليم العالي. فتم إعلان عام 2017 عام المرأة، وتم إطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030. بالنيابة عن كل فتاة وامرأة مصرية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والدعاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعك يا ريس، ونعم وسنكمل ما بدأناه، ونحن عند حسن ظنك ولن نخزلك. شكرا سيادة الرئيس، ونعم نعم نعم سيادة الرئيس. حضرنا اليوم هذا المؤتمر الحاشد دعما لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة الرئاسية الجديدة، لذلك نقول لسيادته نحن معك وبك، فسير على بركة الله. حفظ الله مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. من أهالينا من أقصى الجنوب، من حلايب وشلتين وحدربة حتى الزحفران غارب، كل التحية والتقدير بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وحفاظا على أمن وسلامة الوطن وتثبيت أركان الدولة المصرية، نؤكد ونؤيد معك يا رئيس لفترة قادمة. هذا الرجل حافظ على وحدة مصر وحافظ على كيانها، فيجب علينا جميعا أن ننتخبه. وهنا جئنا لا لنتكلم، ولكن لا بد وأن نتزاحم أمام صناديق الاختراع. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فخامة الرئيس، نتمسك بيك ونؤيدك ونبايعك لمدة رئاسية اسمحولي أقول لا تنتهي، اسمحولي أقول عبارة أختم بيها، دايما إحنا بنقول إحنا معاك يا رئيس وإحنا نؤيدك يا رئيس. النهاردة نقدر نقول عبارة جديدة، بنشكرك يا رئيس لأن أنت اللي معانا.